نحو دعم المرأة الفلسطينية اقتصاديا وتمكينها في القدرة على الوصول إلى السوق. انطلق في مدينة سلفيت اليوم التسويقي للمنتجات المنزلية. اليوم التسويقي والذي يستمر ليومين شاركت فيه نحو 50 سيدة فلسطينية ضمن قطاعات المنتجات الغذائية والمشغولات اليدوية الطبيعية والحرفية. ضمينا عدد كبير من السيدات اللي بيشتغلوا في بيوتهم وصعب جدا انهم يطلعوا برا يعرضوا شغلهم، فاعتبرناها زوايا نسائية حبوا يعرضوا شغلهم اللي هم بيشتغلوه ويستفيدوا، وفي ناس كتير حبوا انهم ياخذوا ارقامهم يتواصلوا معاهم، انبسطوا كتير من شغلهم، فعرفنا نسوق لهم شغل من خلال تواجدهم في البيت. ووسط اقبال حاشد تمكنت النساء من تخطي تجربة البيع المنزلي الى نطاق اوسع بهدف التعريف على طبيعة أعمالهن وما استطعن تحقيقه حتى اللحظة. وتعكس المشاركة الفاعلة للمرأة الفلسطينية في هذه الأيام التسويقية على قدرتها بالمساهمة في تخطي العقبات الاقتصادية التي تعيشها الأسرة الفلسطينية. مشروعنا صنع حلويات بيتية بنصنعها بكل حب لزبائننا. مشروعنا طالع عن موهبة احنا يعني من عندي من الصغر، وحبيت انميها واعملها بمشروع. مشروعنا بلش بمزحة صغيرة والحمد لله لنا سنتين مكملين فيه، وان شاء الله يكون لنا نجاح ونجاح اكبر. فرصة كثير يعني بتعمل تشبيك لتسويق منتجاتنا من محافظة لمحافظة اخرى. احنا خاصة الشعب الفلسطيني محاصرين، وين نطلع منتجات؟ لا بنصدر لا نستورد، احنا حاصرين. لازم نشجع بعضنا ونشجع منتجاتنا الفلسطينية بتسويقها عشان المواطن الفلسطيني يعيش حياة كريمة. وتعتبر فكرة إقامة المهرجانات التسويقية فرصة لتحقيق أرباح متوسطة، سيما وأن البيع يرتبط بأسعار رمزية لتحقيق أكبر قدر من الإقبال بما يتماشى والقدرة الشرائية للمواطنين. لبرنامج يوم جديد، خالد بدير.